ولنقاش ملف مطالب تأسيس ميليشيات من المكون المسيحي. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد النائب السابق عن قائمة الوركاء الديمقراطية جوزيف سليوة. أهلا بكم سيدي. تحية طيبة سيدتي الكريمة. تحية لك أيضا. كيف تفسر محاولة إجبار المسيحيين على الانخراط في ميليشيات بالصفة المسيحية؟ يعني للأسف الشديد بسبب غياب القانون وغياب هيبة الدولة اضطرت يعني الأطراف كثيرة إلى تشكيل هذه الجماعات المسلحة. يعني كما قلت منذ البداية العامل الرئيسي هو بسبب غياب الدولة وغياب مؤسسة الجيش العراقي، فاضطروا الناس إلى الانخراط في هذه المؤسسات أو في هذه المجاميع المسلحة من أجل الدفاع عن أنفسهم ودفاع عن ممتلكاتهم وأرواحهم. يعني كنا نود ان لا تكون هنالك هذه المجاميع مختلفه باسماء مختلفه واجندات مختلفه، منها طائفيه ومنها دينيه ومنها قوميه ومنها عرقيه. نعم. لانه هذا دليل على هشاشه الدوله. وهنالك حكومه ولكن ليس هنالك يعني دوله قويه تقوم مسؤوله عن الدفاع عن المواطن العراقي. في هذا السياق سيد جوزيف، في هذا السياق وفي ظل الانتهاكات المرتكبة من قبل الميليشيات في العراق ككل من تهجير واعتقال شمل جميع المكونات ليس المسيحيين فقط وليس السنة فقط، ما الهدف من إنشاء ميليشيا جديدة بصبغة مسيحية؟ يعني هو بدون أدنى شك هي كل يعني كما قلت منذ البداية أنه بسبب ربما بسبب وضع السيد ريان الكلداني على رأس القائمة أو ضمن الأربعة السياسيين على لائحة العقوبات من قبل الخزانة الأمريكية، فربما هذا الفصيل البابليون سوف يتم حل أو سوف تسحب يده من تلك المناطق التي تواجد عليه هذا الفصيل. ربما هو هذا الغايه منها هو ان يكون هنالك فصيل اخر بديل للبابليون يكون يعني هو البديل في تلك المنطقه. وبدون ادنى شك نحن نرفض ان يكون هنالك فصائل مسلحه باسماء مختلفه، وانما ندعو ان يكون هنالك دوله قويه وجيش قوي هو يكون يعني تكون عقيدته الدفاع عن الوطن والمواطن العراقي بعيدا عن كل التسميات الاخرى والهويات الفرعيه الاخرى. عندما يجب ان يكون عراقي خالص، لانه بصراحه مطلقه باسم هذه المجاميع المسلحه يتم استهداف المواطن والاعتداء على المواطن الاخر. ربما هنالك اعتداء من قبل بعض الفصائل الشيعيه تجاه مواطن سني، سيد جوزيف، تجاه بعض الاخرين. سيد جوزيف، ما هو موقف المكون المسيحي من مسألة حصر السلاح بيد الدولة؟ يعني هذا أعتقد ليس فقط المكون المسيحي، وإنما كل مكون وكل إنسان يمتلك عقل ويعني يمتلك عقل المدني يدعي أو يطالب بحصر السلاح بيد الدولة، لأنه يعني أصبح الموضوع خطر جدا. والسلاح المنفلت موجود في جميع الشوارع العراقية ويتم الاعتداء على المواطن بأسماء مختلفة. نعم. تسمعني سيد جوزيف؟ نعم. إلى أي مدى تظن أن الحكومة الحالية اليوم قادرة بسياساتها هذه على تأسيس دولة مدنية تنصهر فيها كل المكونات؟ يعني بوجود الحكومة الحالية أو إذا جاز التعبير نسميها حكومة السيد عادل عبد المهدي، ليس هنالك أي بصيص أمل في حشر سلاح الدولة السلاح بيد الدولة وإقامة دولة المؤسسات المواطنة والدولة المدنية حقيقة، وذلك بسبب
لا يزال التأثير الطائفي قائم، وكذلك يعني التحزب هو الآخر قائم. فعليه في الآونة الأخيرة يعني أو في هذه الفترة، في الفترة الحالية نشك يعني عاليا بأنه ليس هنالك التفكير في تأسيس الدولة المدنية ومؤسساتها. نأمل أن تكون هنالك في المرحلة المقبلة هذه الخطوة الجدية، لأنه الدولة المدنية والدولة المؤسسات هي ليس كلام وليس مفردات وليس شعارات، وإنما خطوات وكذلك سلوكيات ومراحل يجب أن تتخطى. ولكن للأسف الشديد ليس هذا في هذه المرحلة الآنية، ليس هنالك هذا التفكير. شكرا جزيلا لك نائب السابق عن قائمة الوركاء الديمقراطية جوزيف سليوا، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.